السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة اليوم عن أكبر معرض حرفيا في الشرق الأوسط، معرض أبو حوة لوسائل النقل الخفيف. المعرض ده تقريبا مساحته على 1000 متر، تخش المعرض ده تشوف كل اللي انت عايزه، سكوتر، موتوسيكل، كل اللي تتخيله تلاقيه في المعرض ده، بديزاينات مختلفة، بأشكال مختلفة، بألوان مختلفة. اي موتوسيكل انت محتاجه ان ملقتهوش هتلاقي فيه شبيه ليه. انا حبيت اعمل الفيديو ده لسبب ان في ناس كتير بيبقى عندها حيرة في شراء الموتوسيكلات. المعرض ده تقدر تخش المعرض ده وتتفرج على جميع الموتوسيكلات وتختار الموتوسيكل اللي يناسبك. يعني بصراحة في موتوسيكلات سعرها بيتراوح مثلا من 12,000 جنيه لحد 86,000 جنيه، فانت تقدر تخش المعرض ده وتختار الموتوسيكل اللي يناسبك من المعرض ده، هتشتريه وتدفع فلوسه وتستلم الموتوسيكل في نفس اليوم وتستلم الجواب في نفس اليوم. جميع الديزاينات وجميع الموديلات موجودة في المعرض ده، الماركات بنيلي، دايون، زانتوس، وويانج، وهوجن، وكيوي. جميع الماركات موجودة في المعرض ده بجميع الألوان، أي موتوسيكل تتخيله هتلاقيه واقف، تقدر تختار براحتك. أنا عملت الفيديو ده لسبب، وهو في ناس كتير بتسألني عن موديلات وتقول لي الموديلات دي مثلا مش متوفرة في المحافظة عندنا. لا، انت تقدر تخش معرض واحد تلاقي جميع الموديلات اللي انت محتاجها، اللي انت تتخيلها، سكوتر، تروسيكل، كل اللي تتخيله هتلاقيه في المعرض ده. تروسيكلات موجودة، تروسيكلات كابينة مقفولة موجودة، تروسيكلات كابينة مفتوحة زي ده كده موجودة، اي حاجة تتخيلها موجودة في المعرض ده. وحبيت اعرف الناس حاجة، الناس اللي بتبعت لي تعليقات هل ممكن اشتري من معرض ابو حوة. يا باشا، هو معرض للبيع. هم عاملين المعرض ده ليه؟ المعرض ده لبيع الموتوسيكلات بجميع الموديلات بجميع الماركات بتاعتهم. اتمنى ان انا اكون فدت الناس. اي موتوسيكل هتتخيله هتلاقيه في المعرض ده. في المعرض ده كمية موتوسيكلات بسم الله ما شاء الله، كمية رهيبة، كل اللي تتخيله. زانتوس موجود، بنيلي موجود، هوجن موجود، دايون برضو موجود، ويانج موجود، كل اللي تتخيله من اي نوع في الموتوسيكلات موجود. وحاجة مهمة جدا، لو انت حضرتك شفت معرض اكبر من ده ياريت تكتب لنا في التعليقات شفته فين، واحنا هنصوره ونتواصل معاه نشوفه اكبر من ده ولا ده اللي اكبر. واتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك، اهم حاجة اللايك وتفعيل الجرس. هسيبكم كده في جولة سريعة مع الموتوسيكلات اللي موجودة في معرض ابو حواء.